ومارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي عمل محاضرة فيديو للعيبة الفريق على ملعب مختار التتش بالجزيرة. بعدها بدأت اللعيبة تدريباتها استعداداً لمواجهة سموحة اللي هتتلعب يوم الحد اللي جاي في بطولة الدوري الممتاز. مارك كلاتنبرغ رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة اجتمع مع عدد من الحكام في مقر الاتحاد، وتم خلالها شرح سياسة عمل اللجنة وكيفية اختيار الحكام لإدارة المباريات. وأكد خلال جلسته مع الحكام أنه ماشي على أساليب الاتحاد الدولي فيفا في تقييم الحكام في الدوري المصري، وأن الأفضل هو اللي هيكون موجود في إدارة المباريات. وقال كمان أنه عنده طموح يشوف طاقم تحكيم مصري في كأس العالم اللي جاي 2026. منتخب مصر لكرة اليد هيسافر رومانيا يوم 27 ديسمبر اللي جاي، وده للمشاركة في دورة رومانيا الودية الدولية استعدادا لبطولة العالم في شهر يناير، واللي هتتلعب في بولندا والسويد. دخل المنتخب الوطني لليد معسكر في المركز الأولمبي من يوم السبت اللي فات بعد ختام معسكر المنتخب بالغردقة. كيليان امبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا تصدر قائمة أكثر اللعيبة مساهمة في الأهداف في 2022 مع النادي والمنتخب، وده بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2022 واللي سجل فيها 8 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين وحصل على لقب هداف المونديال. ووصلت عدد أهداف كيليان امبابي 55 هدف و17 أسيست، وفي المركز الثاني جه النجم الأرجنتيني ميسي بعدد 35 هدف و30 أسيست. أشاد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بالإنجاز اللي حققه جوليان ألفاريز المهاجم في السيتي بعد فوزه ببطولة كأس العالم مع منتخب بلده الأرجنتين. وتحدث غوارديولا عن إنجاز الأرجنتين في مؤتمره الصحفي قبل مباراة ليفربول في كأس الرابطة الإنجليزي، وقال: نحن سعداء للغاية من أجل ألفاريز، وتهانينا له ولأوتاميندي وميسي كمان. وعن مباراة ليفربول قال بيب: مواجهة نستمتع بها جميعا، هذا ما يحدث دائما سواء لينا أو للمنافس. النجم المصري محمد صلاح حرص هو وعدد من نجوم ليفربول الإنجليزي على زيارة إحدى مستشفيات الأطفال لتقديم الهدايا، وده احتفالا بأعياد الميلاد. الزيارة شهدت تواجد محمد صلاح ومجموعة من لاعيبة الفريق لمفاجأة الأطفال ومساعدتهم على نشر البهجة للاحتفال بأعياد الميلاد. النجم المصري محمود حسن تريزيجيه قدر يقود فريقه ترابزونسبور للتأهل للدور ال 16 من كأس تركيا، وده بعد الفوز اللي حققه الفريق على فريق سامسون سبور بنتيجة 3-0، ده كان في اللقاء اللي جمعهم امبارح ضمن منافسات دور ال 32 من البطولة. ونجح تريزيجيه في صناعة هدف لفريق ترابزونسبور في الدقيقة 28 من اللقاء. نادي إشبيلية الإسباني أعلن بشكل رسمي فسخ تعاقده مع فرانشيسكو إيسيكو الوافد الجديد للفريق الأندلسي الصيف الماضي بشكل مجاني. ونشر نادي إشبيلية في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني تويتر وقال: اتفق نادي إشبيلية واللاعب إيسيكو على فسخ التعاقد بين الطرفين. فريق مانشستر يونايتد فاز على فريق بيرنلي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي اتلعبت على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للموسم الحالي، وجه هدف المان يونايتد عن طريق الثنائي الدنماركي كريستيان إريكسن وماركوس راشفورد في الدقائق 27 و65 من المباراة. بالنتيجة دي اتأهل المان يونايتد للدور ربع النهائي في البطولة. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع محمد.